الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتكم. فريق العزيز جيرونا السنه اللي فاتت كسبتنا رايح جاي 4-2. السنه دي كان لنا عندها طار. معلش احنا ما صدقنا خط هجوم برشلونه بقى قوي جدا في وجود لوتر هانز فليك، فلازم نرد للرباعيه بتاعتكم دي ونردها كمان بشكل اقوى، هندوس على وشكم وهنقدر نثبت ان احنا عندنا افضليه عليكم في كل حاجه. استحواذ بتاعنا، ضغط وقوه وشراسه في عمليه استرجاع الكره بتاعتنا. هتقولي معلش جيرونا السنه دي غير جيرونا السنه اللي فاتت، وبرشلونه السنه دي غير برشلونه السنه اللي فاتت، برشلونه السنه دي غير برشلونه بتاع السنه اللي فاتت، برشلونه السنه دي اقوى بكتير، برشلونه السنه دي اشرس بكتير، ضغط برشلونه السنه دي اروع بكتير، برشلونه السنه دي بدنيا اقوى بكتير من السنه اللي فاتت، ضغط لعيبه برشلونه على حامل الكوره رائع ومثالي، ومن عمليه ضغط مثاليه قدر لامين يامال يغلط دافيد لوبيز ويسجل هدف اول. هتقول يا كابتن احنا كنا بنعمل لمؤاخذه يعني زحمه في عمق الملعب على راي مستر بيب جوارديولا، بتعمل زحمه كتير في عمق الملعب وبنلاقي فيه رباعي موجود في عمق الملعب مارك كاسادو وبيدري وكمان داني اولمو، وبنلاقي لعيب بيضم شويه زي رافينيا، وطبعا قدامهم في العمق لعيب زي ليفاندوسكي، فاحنا عملنا زحمه في عمق الملعب. صديقي بس كان عندنا الطرف اليمين لامين قادر يعمل حلول، والناحيه الثانيه الطرف برده كنا بنسيبه لبالدي، ودي حاجه مش غريبه على بالدي انك تسيب الطرف البالدي وبالدي يقدر ان هو يشكل خطوره. لما رافينيا يخش جوه بالدي يتحول لباك قادر ان هو يلعب على الطرف كويس قوي، قادر ان هو يستغل المساحات، وده حصل وبالدي كان هيقدر يسجل هدف، لكن للاسف فنش بشكل سيء. من عمليه الضغط المثاليه اللي برشلونه افضل فيها من السنه اللي فاتت بكتير، لامين يامال بيقدر يسجل هدف اول، وبعد كده لامين يامال بيقدر يسجل هدف ثاني حلو قوي 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 عشان يثبت للناس كلها ان الراجل ده ثاني وثالث ورابع، واحده من اكبر المواهب اللي موجوده على الكوكب حاليا، ويا رب يستمر ثاني وثالث ورابع. الراجل ده موهبه بيور وموهبه عظيمه جدا، ونتمنى ان هي تستمر. الراجل موهبه خام خام خام، وبصراحه مع هانز فليك اعتقد ان هي بدات تبقى تقيله، وبرده لازم تدي حق لتشافي لان تشافي برده عطى وقت كتير للاعب، ولازم تدي برده حق ديليفونتي لان ديليفونتي عطى ثقه للاعب اكتر في اليورو، واللاعب في اليورو كان اون فاير. وبرضه لازم تتكلم على داني اولمو وجمال داني اولمو. داني اولمو في الشوط الثاني اول ما بدا داني اولمو اتسقط له واحده رايقه قوي، يعني اتسقط لداني اولمو واحده رايقه قوي من جول كوندي. كوندي لعب له تكتوريه حلوه قوي 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 عشان كوندي يبان لك ان هو كمان يقدر ان انا اشتغل بشكل هجومي، بلعب كرات طوليه، مش هشارك كتير هجوميا مع لامين يامال، بس هكون قوي جدا دفاعيا وتاني وتالت ورابع. اسال على اي جناح بيلعب قدام كوندي السنه دي هتلاقيه موجود في جيب كوندي الصغير. كوندي بيلعب واحده طوليه حلوه قوي ومن زاويه صعبه جدا، بيقدر داني اولمو ان هو يحطها حلوه قوي 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 ويسجل هدف ثالث. كل ده وجيرونا بيحاول، يعني جيرونا بيحاول ولكن مفيش خطوره، ولازم تسدي برده على دور بالدي الدفاعي ان بالدي دفاعيا كويس علشان تظهر التغييرات بتاعه هانز فليك، وهانز فليك ينزل ايريك جارسيا عشان يلعب ديفندر مكان المصاب داني اولمو، هكتور فورت بينزل مكان باو كوبارسي عشان يتحول لاعب زي كوندي كمساك ويلعب بهكتور كباك يمين. اتمنى ان هكتور فورت يقدر يثبت ان هو اضافه ناحيه اليمين بالنسبه لبرشلونه. فيران توريس نزل مكان روبرت ليفاندوسكي، كان نفسي ليفا يسجل هدف، كانت حته تيكي تاكا كده رايقه وصلت لليفا، لو سجلها كان هيبقى احلى هدف في الماتش، بس ليفا ما قدرش ان هو يسجلها عشان خاطر مارك كاسادو يعمل اسيست رايق قوي 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 للنجم بيدري، وبيدري بيفنش بطريقه ولا احلى ولا اجمل. بعد كده بيطرد فيران توريس، يلا مش فارقه كتير، والماتش بيتقلب خناقه بعد كده، يعني فيران توريس اتطرد ولبسنا الهدف الاول. بيتهيألي الهدف اللي احنا لبسناه بعد الهدف بتاع كريستيان ستواني بعد طرد قبل طرد فيران توريس. الهدف كان في الدقيقه 80 وفيران توريس اتطرد في الدقيقه 86. بس في كل حال من الاحوال لازم تتكلم على ان فيران توريس ما تقدرش انك تقيمه لا بشكل سلبي ولا بشكل ايجابي. الحمد لله المباراه بتنتهي على 4-1، برشلونه بيكتسح جيرونا زي ما الكتاب ما بيقول وبيستمر على الصداره، 5 مباريات ب15 نقطة عظمة بيقدمها كتيبة هانز فليك، ونتمنى ان احنا نستمر على الوضع الحالي. برشلونة بيقدم اداء رائع جدا على المستوى الفني على المستوى البدني على المستوى المهاري بالنسبة للمجموعة، مثالي جدا. المجموعة كلها حاليا تقدر تقول عليها ان هي اون فاير،
يعني المجموعه كلها حاليا مشتعله. لو حابب تتكلم على بدري فبيقدم مستويات محترمه، تتكلم على كاسادو بيقدم مستويات محترمه، رافينيا بيقدم مستويات عاليه جدا، داني اولمو بيقدم مستويات عاليه جدا، تتكلم على لامين يامال بيقدم مستويات عاليه جدا، عكس السنه اللي فاتت للاسف كنت بتلاقي ان كل ماتش لاعب بيتالق. لكن دلوقتي تقدر تقول ان الفرقه اخيرا اصبحت كمجموعه واصبحت كتيم، عكس السنه اللي فاتت واللي قبلها للاسف كان الموضوع فرد بحت. يا رب نستمر على كده، وان شاء الله الانطلاقه القويه في اوروبا تكون عن طريق مباراه موناكو الجايه. يا رب.